يمكن أيام قليلة جدا بتفصلنا على انعقاد دورة مؤتمر تغيرات المناخ كوب 27 اللي هتقام في مدينة السلام شرم الشيخ، هيكون بحضور قادة دول العالم للخروج بحلول لمعالجة التغيرات المناخية. في حقيقة الأمر في جهود كبيرة بتعملها منظمات المجتمع المدني، وده استعدادا للمؤتمر لخدمة قضايا المناخ. ايه هي الجهود دي؟ هو اللي احنا هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال ضيفنا العزيز اللي منورنا فيها الاستوديو، الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنميه المستدامه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، احنا شايفين جهود للمجتمع المدني فيما يخص قضايا تغير المناخ، وكمان شايفين في توحيد للرؤى وتوحيد للجهود. أهمية هذا التوحيد تحديدا لمنظمات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة المعنية بالتغيرات المناخية، هل ده هيكون في خدمة هذه القضية وإزاي؟ أولا، دور المجتمع المدني في التصدي لقضية التغيرات المناخية بدأ منذ فترة طويلة. يعني هتستغرب حضرتك لما تعرف أنه مثلا أول اجتماع أنا شخصيا نظمته أو شاركت في تنظيمه كان في عام 1991، يعني نتكلم على 31 سنة على موضوع التغيرات المناخية. كان وقتها 91؟ سنة 1991، مايو 1991، كان اجتماع كمان عربي. فبنشتغل في موضوع التغيرات المناخية بقالنا كتير قوي، ودور المجتمع المدني كان باستمرار. يعني هو ده على فكرة، ده الطبيعة في كل الحاجات اللي حصلت في الأمم المتحدة، تملي المجتمع المدني. اصل المجتمع المدني هو بيمثل صوت الناس، فالناس تملي بتبقى سابقه الحكومات، ده شيء طبيعي ما فيهوش اي حاجه غلط، يعني لان هم اللي بيكونوا الراي العام. تستشعر الاول بيتكون راي عام، وبعد كده الراي العام بعد ما بيتكون بتبتدي الحكومات تعمل. صحيح. فعشان كده لما جت اتفاقيه او باريس. اتفاق باريس جاء بعد كده. اول اتفاق للتغير المناخ كانت 1992 اللي كانت في ريو سنه 92، وبرضه استمر المجتمع المدني. واحنا لما بدانا 91 كنا متاخرين شويه، يعني في المنطقه العربيه كنا متاخرين، لانه كان قبلنا المجتمع المدني الغربي في اوروبا وفي بالذات في الدول المتقدمه كان سبقنا شويه. عموما دلوقتي احنا بنوصل لشرم الشيخ، وبقالنا فتره طويله زي ما حضرتك قلت. اتفاق باريس كان نقطه تحول مهمه قوي في العمل على مستوى تغير المناخ، والاتفاق بيحاول، يعني اهم نقطه فيه انه بيحاول يحافظ على عدم ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من درجتين، وياريت نبقى عند درجة ونص. طبعا احنا دلوقتي خلاص وصلنا لواحد واحد من عشرة، يعني صحيح. يعني جدا فالمجتمع المدني وهو بيتكلم أكيد على مستوى العالم كله تقريبا هيكون بيتكلم بنفس الطريقة بتاعة الحكومات المتضررة، الدول المتضررة اللي هي بتمثل تقريبا افريقيا تحديدا كمان. طبعا، وبيمثل افريقيا بشكل كبير، و80% من الدول المتأثرة بتغير المناخ هم نفسهم اللي ما عملوش اي انبعاثات، يعني لهم اللي هم ما كانش لهم اي ذنب. فعشان كده صوت المجتمع المدني في الحتة دي قريب قوي من صوت الدول كلها، حكومات وشعوب. نعم. في قضية تغير المناخ، لأن لما نيجي نتكلم على مشكلة التكيف، أنا النهاردة مثال بسيط، مثلا لما بتحصل موجة حر شديدة جدا وتأثر على الزراعات في مناطق فيها ناس فلاحين بسطاء، نعم. إذا هو ما كانش مستعد لهذه الموجة الحر اللي جاية وتكيف معها من قبلها، هيفقد محصوله. أو إذا كان المية بالتبعية فقد كل مصدر دخله، وبالتبعية كمان عندنا السايكل بقى، أزمة غذاء ممكن تحصل في التوريدات. لو قلنا بقى المجتمع المدني هيكون متواجد وبقوة في المؤتمر، وزي ما حضرتك بتقول يعني ده هيبقى مقارب لصوت الحكومات المتضررة، احنا متخيلين إن مشاركة المجتمع المدني في مثل هذا المؤتمر ممكن تبقى عاملة إزاي؟ ممكن تطلب إيه؟ وممكن ترفض تماما ايه؟ هو ندي مثلا مثال عشان نبين قد ايه المجتمع المدني بيبقى متواجد بقوه. المتعارف انه تقريبا بيكون عدد الحاضرين في القمه الربع او اقل بيكون الممثلين الحكوميين، والباقي كله اللي هو الثلاث ارباع او الاكثر بيكونوا من الاخرين اللي هو المجتمع المدني والمراقبين والمتابعين والمهتمين وكل الكلام ده. الاجتماعات اللي بتتم على مستوى الحكومة بتكون اجتماعات المفاوضين،
اللي هي الاجتماعات الرسميه اللي بيقعدوا يتفاوضوا فيها عشان يخرجوا بالصيغ التي في النهايه نحتفل بانها يا اما كانت ناجحه تلبي احتياجات ومطالب بالظبط، يا اما كانت ناجحه القمه او غير ناجحه ان شاء الله شرم الشيخ. الباقي بقى بيكون في الطرقات، في الطرقات بيكون موجود في ما يسمى بالاحداث الجانبيه، يكون موجود في الاجتماعات العامه اللي الناس بتناقش فيها موضوعات بشكل عام. المجتمع المدني هنا بقى بيبقى باستمرار صوته مرتفع، بيبقى في عنده تون كده، نغمه موجوده بيركز فيها على حاجات. فتلاقي بقى كل التشكيله المختلفه، هتلاقي في ناس بتتكلم على موضوع التخفيف بقوه وازاي نعجل من التخفيف من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وناس هتتكلم بقى على الطاقه المتجدده والتكنولوجيا وتمويل المناخ اللي بيجي عشان يوفر هذه التكنولوجيات للدول، لان انا لو عايز حتى اخفف الانبعاثات طب انت عندك التكنولوجيا كدوله متقدمه، انت المتسبب وانت اللي عندك التكنولوجيا وانت اللي عندك الفلوس، طب هتعمل لي ايه بقى عشان تساعدني لو كان الهدف هدف متفقين عليه كلنا. نيجي نتكلم على التكيف، هنلاقي بقى ممكن نتكلم على التكيف بعد ما نروح شرم الشيخ نشوف ايه اللي بيحصل هناك. ماشي نروح شرم الشيخ، هنروح مع بعض يعني ان شاء الله دلوقتي على طول. خلينا مشاهدينا نروح لشرم الشيخ ونتابع اخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافه مؤتمر المناخ. زميلنا احمد الحسيني موجود هناك هيقول لنا ايه اللي بيحصل وايه اللي يعني في اطار متابعتنا اليوميه هناك. صباح الخير عليك يا احمد، قول لنا بقى عندك ايه الجديد النهارده. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا احمد، صباح الخير لضيفكم الكريم، صباح الخير لمصر ولمشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. على الارض هنا في شرم الشيخ الاستعدادات تمت خلاص، مدينة شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة في 6 نوفمبر المقبل بإذن الله. خلونا في البداية نستعرض تقرير مهم جدا أصدرته حديثا ومؤخرا الوكالة الدولية للطاقة، واللي أكدت فيه إن في توقع إن بحلول عام 2025 متوقع إن تصل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة وغاز ثاني أكسيد الكربون ل 37 مليار طن، وده كده هتكون تصل إلى ذروتها. ولكن مع الجهود الدولية والجهود العالمية والاستثمارات في الطاقة المتجددة متوقع أن تنخفض هذه النسبة مرة أخرى إلى 32 مليار طن بحلول عام 2050 إذا تم استمرار هذه الجهود الدولية والاستثمارات في الطاقة المتجددة. التقرير رغم أنه كان متفائل لكنه حذر في نفس الوقت أنه بعد 178 سنة أي سنة 2100 ميلادية هتصل درجة حرارة الأرض أو ارتفاعها إلى درجتين ونص مئوية، وطبعا دي درجة كبيرة جدا، إحنا النهاردة بنتكلم عن درجة ونص مئوية، فبالتالي هتكون في زياده درجه مئويه. وبالتالي هي وصفت ان مش هكون بس في تغيرات مناخيه، يمكن احنا النهارده في هذه الاعوام نتحدث عن تغيرات مناخيه، ولكن وصفت ان في سنه 2100 ميلاديه اي بعد ما يقرب من 180 سنه هيكون في عواقب مناخيه كما وصفته التقرير للوكالة الأممية الدولية، ستكون هناك عواقب مناخية، ولكن ينبغي حتى نتجنب هذه العواقب المناخية وهذه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أن تزيد نسبة الاستثمارات في الطاقة. وبالتالي المستقبل هو الاستثمار في الطاقة المتجددة. بنتحدث أو كما ذكر التقرير عن 2 تريليون دولار ينبغي أن يتم استثمارها بحلول عام 2030، وتصل هذه الاستثمارات ينبغي أن تزيد إلى أكثر من ذلك بحلول عام 2050. وبالتالي أصبحت الاستثمارات في الطاقة المتجددة هي التي تحفظ الأجيال القادمة من خطر هذه التغيرات المناخية، وسيشهد التاريخ يوما ما أن مصر بادرت بهذه الجهود التي تقوم بها هنا في مدينة شرم الشيخ. وكانت أيضا الأمم المتحدة أشادت مؤخرا بجهود الحكومة المصرية في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، حيث هناك استراتيجية وطنية لمصر للتنمية وأيضا الاستثمار في هذه الطاقة المتجددة، وهذا هو المستقبل. على الأرض هنا في مدينة شرم الشيخ كما ذكرت بداية الاستعدادات تمت بشكل كبير جدا، ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ زيارة لدولة رئيس الوزراء لإعلان هذه المدينة مدينة خضراء، وأيضا ليتأكد من جاهزية جميع الأماكن هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال
هذه القمة الدولية، وكان أيضا دولة رئيس الوزراء عقد اجتماعا أمس مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد للاطمئنان على أيضا العمل وجاهزية مدينة شرم الشيخ. أيضا ميدانيا هنا في مدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقوم بجولات ميدانية في الشوارع والميادين والأماكن التي تم رفع كفاءتها، وأيضا في المناطق التي سوف تستقبل الفعاليات الرئيسية لهذه القمة، سواء المنطقة الزرقاء قاعة المؤتمرات أو المنطقة الخضراء، لمدى جاهزية هذه الأماكن جميعا لاستقبال هذه القمة الدولية التي تشارك فيها الكثير من دول العالم. إليكم زملائي في الاستوديو مرة تانية، وصباح الخير. نعم، بنشكرك أحمد الحسيني على هذه التغطية والتفاصيل، كل الشكر ليك. وإذن مدينة شرم الشيخ على أهبة الاستعداد لاستقبال السادة الضيوف. يمكن زي ما قال دكتور أحمد زميلنا أن 80 سنة وتبقى درجة حرارة الأرض 2.5 درجة مرتفعة، وحضرتك كنت بتتكلم على التكيف، هل التكيف ينطبق على هذا أيضا ولا احنا في أمس الحاجة للحفاظ على وقف، مش هقول الحفاظ كمان، وقف بقى هنا الانبعاثات الكربونية؟ هو الأكيد طبعا واحنا بنتكلم على التكيف بنتكلم على التكيف واحنا 1.1 درجة زيادة دلوقتي. كل ما يحدث في مجال الجفاف اللي بنتعرض ليه على مستوى الدول المختلفة، وبالذات مصر بتتأثر بالجفاف بسبب التيارات المناخية. صحيح. مشاكل ارتفاع مستوى البحر اللي بتحدث على السواحل وبالذات على منطقة الدلتا وشمال الدلتا، دي واحدة من المخاطر، وبدأ طبعا ارتفع مستوى البحر واضح تماما والتقارير كلها بتؤكد كده. مشاكل السيول والفيضانات والأحداث الجامحة اللي بنقول عليها. نعم. لازم نتكيف معاها حتى لو 1.1، يعني حتى بفرض ان احنا هنقف عند 1.1. صحيح. ما زلنا محتاجين نعمل تكيف، فما بالكم بقى لما نوصل 2.5، فكميه حجم ما نعرفش، ما حدش يقدر يعرف حجم هذه الاحداث هتكون وصلت لدرجه دكتور ايه. ال 80 سنه قد ينظر لها البعض من يتابع الان ان هي يعني ده لسه بعيد، حضرتك بتقول من 91، يعني من اكتر من حاجه و20 سنه كنت بتناقش هذه التغيرات وما زالت موجوده. بالظبط. فالتحرك لازم يكون تحرك سريع، فعشان كده شرم الشيخ جايه كفكره انها تكون كب او يعني قمه التنفيذ، عشان كده بيقولوا انه التنفيذ 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 او implementation، كل العام بيقول الجمله دي دلوقتي. فده معناه ان شرم الشيخ مهيئه مش بس عشان هي مدينه خضراء الحمد لله دلوقتي، ومهيئه للاستضافه والاستقبال وعمل يعني كل ما هو موجود من البنيه التحتيه لتوفير قمة ناجحة. صحيح. لكن إن شاء الله كلماتها كمان وقراراتها لا تطلع تكون كده. بس أنا عايز أرجع لحتة كنا اتكلمنا عليها قبل كده على دور المجتمع المدني. إحنا هنا في مصر، لأن هي ده الهدف من كل الموضوع. الكوب أيوة كوب عالمي بتستضيفه أفريقيا على أرض مصر، لكن هو نتائجه كلها تكون عالمية، مش هيبقى طالع حاجة. صحيح. مخصوص لمصر. نعم. لكن أنا بالنسبة لنا كمجتمع مدني مصري يهمني إن هذه القمة تعود بقى، كلمنا من 31 سنة وتحركة كانت بسيطة، بس جت القمة عندنا فالناس كلها بدأت تتكلم على التغير المناخي. نعم. عشان كده خدنا بقى على عاتقنا كمنتدى مصر للتنمية المستدامة منذ بداية التحضير في ديسمبر الماضي إطلاق مبادرة سميناها بلدنا تستضيف قمة المناخ. نفذناها في كل محافظات مصر، كانت بمنتهى البساطة تحالف بيتم، منصات بتتكون داخل كل محافظة ما بين العاملين داخل المحافظة من المديريات المعنية زي بيئة زي صحة زي طاقة زي مياه زي زراعة، كل دولت مع بعض مع المجتمع المدني مع المرأة المجلس القومي المرأة. صحيح. مع الجامعة اللي موجودة، حوار مستمر دلوقتي مستمر لأكثر من 10 شهور. يوم السبت بعد بكرة بنحتفل بنهاية اللي تم على مستوى المحافظات كلها. الحوار ده أدى لثلاث حاجات مهمة جدا. نمرة واحد، إن كل محافظة بدأت تفكر إيه التحديات اللي بتواجهها هذه المحافظة. صحيح. عشان التغيرات المناخية، سواء كان على مستوى الزراعة، الأمن المائي، الأمن الغذائي، ودي كانت أهم الحاجات. نعم. الجزء الثاني كان إنه توعية الجماهير بأهمية ودور المواطن، لأن كل واحد مننا توصل الفكرة، كل تصرف بيعمله من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام بيأثر على المناخ وبيأثر عليه هو وبيعود عليه هو تاني. صحيح. ونمرة ثلاثة، إيه نوعية المشروعات اللي محتاجينها في كل محافظة؟ عندنا قائمة بعدد كبير جدا من المشروعات اللي بتقول ازاي انا لو عملت هذه الانشطه هقدر اواجه بيها، اللي هي بقى غالبا بتكون في مجال التكيف، ازاي اتكيف على مستوى
المزارع البسيط ازاي يتكيف على مستوى المنزل اللي انا عايش فيه. يعني بمنتهى البساطه لما بعمل تنده بسيطه كده على بيت بشكل معين، لما المطر هتنزل مش هتغرق لي البيت، لكن هتحمي لي البنيه التحتيه بتاعت بيتي، زي الحواجز الخرسانيه اللي بتتعمل بطول لسان اسكندريه بالظبط كده. نعم. لو اتعمل بطريقه صح وبطريقه علميه، فانا بالطريقه دي بقلل، بتكيف جدا عشان لما تحصل الحدث اللي انا خايف منه يبقى البيت بتاع هذا المواطن يبقى متحافظ عليه، الارض الزراعيه اللي بزرعها تبقى ما تغرقش، وهكذا احافظ على الارض. طبعا اهم حاجه في تغير المناخ هو الحفاظ على الارواح، هو ده اللي اعتقد المجتمع المدني في مصر هيطرح هذه الافكار طبعاً. خصوصا ان بعد استضافه مصر واستضافه شرم الشيخ لهذا المؤتمر، الصوت العربي والصوت الافريقي اللي بتقوده مصر في الفتره الاخيره وعادت تاني ليه، اعتقد ان هو هيطرح مزيد من الافكار وهيسلط الضوء على القضايا. كل الشكر لحضرتك الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنميه المستدامه، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك يا دكتور، صباح الخير.